هيك بعرف حالي احلى لانه انا طالع مغبش. شو عمل لك كمان يا مو؟ شو بدك تعملي تقبرني؟ يسلموا ايديك، هي سقيتني قهوه وشاي. طيب سوي لك زورات، عندك زورات كثير منيحه للنفخه. لا ما بدي شيء. يعني مالك منفوخه يا مو؟ لا الحمد لله. خليني عاونك. شو بيعرفك انت بتركيب زرار وقطب سحابات؟ ايه الله يسامحك يا مو، نسيتي انه كل ما عطلنا من المدرسه بالصيفيه انا وصغير كنت اشتغل عند سامي الخياط، كنت الفه اسطنبوليه وكل اللفقات، وكنت وسع وضيق كمان. طيب جربيني يا مو. دخلها؟ وشو خليت لمرتك تشتغل بعدين؟ وين اختي؟ طولت. طمن بالك، قالت لي ما بتتاخر. وابي كمان تاخر. ابوك مو هلا وقته، لسه بده ساعه ليصل. صار لي من اول مسلسل ما شفته لا هو ولا اختي. قلتك يا مو لساته بده ياخذ دكان ولا بطال؟ ما بعرف لشو بيحكي. هلا بس يجي اساله، اصلا انت ما بيخبي عنك شيء. لسه وقت، وين بدي روح؟ إذا رجعت على البيت هلا كاني ما عملت شيء. ما في غير ضل اتعشى هون بعدين بروح. يسلم لي مخك. يا مو اعطيني شريط. يو ترك من ايدك، لقلك بدي اتصل بالتليفون. مع مين بدك تحكي يا مو؟ مع مرتك. لا شو بدك فيا؟ مو قلت لي انها مريضة؟ ايه صح، انا قلت لك مريضة. انت قلت لي قريضة وقتها، انا عملت حالي مو سمعان يا مو، بس كنت سمعانك. يعني هي مريضة بس القصة مو مستاهلة اتصال. بس لازم اتصل فيها، خليني اكون احسن منها. لا يا مو ما في داعي، ما فيها شيء، بتكون نايمة هلا. ولو انت قلت لي انها مريضة فالواجب اني اتصل فيها. لك يا مو شو بدك فيها هلا نزعجها؟ قلت لك مو مستاهلة الحالة، شوية قريب بتكون طابت هلا. اخذت ليمون لانه الليمون بينفض نفض يا مو. جميل، ليش ما عم تخليني اتصل بمرتك؟ قلي شو في؟ يا مو ما في شيء، ما في شيء. بدك تصلي فيها تفضلي اتصلي فيها، بس الله يخليكي لا تقولي لها اني انا هون، بعدين لا تقولي لها اني قلت لك انها هي مريضه، يعني حاكيها عادي يا مو عادي. اجا الفرج، هي اختي سحار. اهلين سحور. يي زميل انت هون حبيبي، تعالوا حبيباتي اوفوكم هون. اهلين زميل. مرحبا مرت عمي. ما بتقومي والله. يلا بوسو تويتي وحده. كيفك مرت عمي؟ ان شاء الله ما عم يجعك شيء. انا لا إيه الحمد لله. شلونو عمي وسحر؟ مشتاقين لك. مشتاقلن عافية يا رب. اماني مرت عمي لا تزعلي مني لانه ما قدرت اجي ساعدك بالكبه، كان عندي جوله سياحيه بتدمر وانا بشغلي ما بقدر اقول لا. شغل شغل بسيطه. شلونك هلا؟ الحمد لله منيحة. كنت هلا بدي اتصل فيكي اطمن عليكي، تحسنتي؟ مرت عمي انت بتتصلي باي وقت، بس حدا قال لك انه انا مريضة؟ لا بس قلت طالما ما اجيتي مع جوزك معناها مريضة. ولا ما بتحبي تيجي لبيت حماكي؟ لا مرت عمي شو هالحكي؟ بالعكس تماما، انا كثير بحب اجي لعندكم، بس بتعرفي الوظيفة والولاد اخذين كل وقتي. الله يعطيك العافية. بعدين مرت عمي الحق مو علي، الحق على جميل. يعني هو لو كان قايل لي انه جاي لهون كنا جينا معه بالسيارة، ما اخذنا تاكسي. ايوه قلتيلي جميل. يا جميل طلع يا جميل عاوزتك. يلا تعال قلك الحقني. حكي بالمطبخ وما بدا يعني نسمعه. ايه سكوت ما دخلك، بعدين عيب الواحد يتسمع على حكي الكبار. سمعان شي؟ لا. ايه روح من وشي. شو القصة جميل؟ لا تكذب علي، مرتك مثل الحصان ما فيها شي. لك يا مو شمطي لي اذني، شو بك انا مدير صرت لسه بتشديني من اذني؟ قلت لك ما في شي، شو بدي احكي لك؟ لا في. يا مو صدقيني انا لما تركتها كانت مريضة، بس اكيد مثل ما حكيت لك
شربان الليمون بغيابي، مشان هيك نافضة نفض الليمون، الليمون بينفض، بعدين هي منفوضة، مو هيك تركت أنا. لك اللي مرتك مزعلتك شي؟ محاكيتك شي كلمة دجلة حتى هربتك لعندي؟ ولا مقلعتك من البيت؟ لك يا يامو أنت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك جميل؟ لك حكي لي عم لك حكي لي شو قصها؟ لك يا مو شمطيت تانية خلص ما أعمل لك أنا مدير. اسمعي لقلي خلينا نطلع، ما حلوة هلا هنو بتفكي انك عم تقويني عليها، ما حلوة يا مو هنو ما حلوة ادني. لك بقصي ايدي من هون اذا ما كان في شيء. انا كان عندي موعد مشان هيك تشيكت ولبست وبخبخت، بس بالصدفة الموعد تأجل لبكرة ولقيت حالي قدام بيت اهلي، قلت بفوت بشق على امي. برافو عليك جميل، انا كتير مبسوطة لانك رح تزرت امك واكيد كمان هي بتكون مبسوطة. برافو عليك. تعرف انت كل ما صار لك وقت لازم تروح تزورها. يعني مالك متضايقه من شو؟ اني رحت زرت امي من غير ما اقول لك. ليش بدي اتضايق؟ شو انا بدي امنعك انك تزور امك؟ بس يعني قلت لحالي لو اخذتني معك توفرت اجره التاكسي. كنت انت ويا ولا برد جميل؟ برد. خد عليك. ما في برد، الدنيا حرائي. ايه جميل، ان شاء الله الف مبروك. على شو؟ قال بدك تعين سكرتيرة جديدة وحلوة. ومين قال لي؟ ما المهم مين قال لي، المهم انك رديت على كلامي ورح تعين سكرتيرة جديدة. وانتي فرحانة بهالشي ما؟ طبعا فرحانة. لك رح تجننيني، ما بتخافي يصير شي بيني وبين السكرتيرة انا؟ حبيب قلبي اذا عقده الخجل تنفك على ايدها انا ممنونه. بدي نام انا. جميل ما قلت لك انا اليوم حكيت مع هبه ووعدتني تحكي مع ابن خالتها مشان يرجع مرته ويرجع لبيته. لك ارجعي قولي لها تتصل فيه ولا يرجع على مرته، لانه مره مثل هي غير مباليه ما بتستاهل غير انها تتطلق. بدي نام. جميل شو صار لك؟ جميل أنا نايم.